بعد مضي أكثر من 15 يوما على انطلاق العمليات الأمنية في البصرة وضواحيها، المعلومات الاستخبارية تشير إلى انخفاض معدلات العنف في المحافظة، لكن الأهداف ما زالت مستمرة في الاقتطاف من قبل القوة التي استقدمت من المحافظات الأخرى. العملية لا زالت مستمرة، وهنالك إنجاز جيد جدا في مسألة المتابعات وإلقاء القبض على المطلوبين والتحفظ على الأسلحة وتجار المخدرات وبقية المسائل التي حددت هدف لهذه العمليات. هي ليست عمليات عسكرية بالمعنى الصرف، إنما عملية تفاعلية بين القوات الأمنية والمواطنين باهتمام مركز من الدولة في ضبط هذه المحافظة وجعلها تنعم بقانون واستقرار وقطع أيدي هؤلاء الذين يتصيدون في الماء العكر. برلمانيون عن محافظة البصرة أشاروا إلى أن العمليات الأمنية بات لها تأثير واضح على مناطق مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها، لكنهم أعربوا عن تمنياتهم أن تستمر باتجاه ضرب كل متنفذ فاسد استغل ضعف الدولة. أتمنى أنه الدولة تطبق أو تنفذ كل ما موجود من قوائم لديهم من إلقاء القبض للمجرمين والقتلة وعدم التهاون معهم. أعتقد اليوم يكون العدل هو أساس كل شيء. النزاعات العشائرية خفت خلال هذه الفترة باعتبار أكو قوة عسكرية كبيرة متمكنة، وحتى يوجد لديهم طائرات، فهذا جعل تخوف عند كثير من العشائر. مراقبون وجدوا أن التكتيك العسكري الجديد الذي استخدم من قبل القوات الأمنية نحو ضرب الأهداف بصورة نوعية نقطة إيجابية تحتسب لها، حيث لم يسجل للآن أي خرق لتلك القوات اتجاه المواطن. اليوم يعني نلاحظ ان هناك تعتمد هذه العمليات على العنصر الاستخباري بشكل مؤكد، ومن ثم تنفذ العمليات في قوه تقتحم الجهات المخالفه وتحقق الهدف. فحسب اعتقادي انها طريقه مناسبه يعني لفرض الامن ليس في البصره فحسب، بل اذا ما استخدمت يعني في جميع ارجاء المناطق العراقيه. خطه امنيه اسهمت بشكل كبير في الحد من النزاعات العشائريه في مركز مدينه البصره وأقضيتها ونواحيها، لكن السؤال المطروح، هل ستتمكن هذه الخطة من إنهاء هذه المشكلات؟ هذا ما يأمله الجميع. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة.